بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أما بعد، الحمد لله. مديول الماسكولو سكيليتال عدى على خير. هنتكلم على مديول البلط. مديول البلط يا دكاترة في 11 سلايد وأربع جرات عند سعادتك، مش هياخدوا مننا 12 دقيقة أو ربع ساعة بالكتير. بص معايا وركز. قبل ما ابدا في مديول البلد، مديول البلد ال11 شريحه عند سعادتك عباره عن ليمف نود، فلازم ان تكون عارف تركيب الليمف نود. الليمف نود دي عباره عن ايه يا دكاتره؟ عباره عن كبسول وعباره عن مجموعه من الفوليكل، مجموعه من الكوى كده. الكوى دي بنسميها فوليكل يا دكاتره. طب الكوى دي عباره عن ايه؟ يقول لك والله الكوى دي بتكون عباره عن ادي الطرف بتاعها والسنتر. السنتر اللي انا هلونه ده، السنتر اللي انا ملونه ده يا دكاتره، السنتر اللي انا ملونه ده، السنتر ده بيكون فاتح شويه. لو تلاحظ السنتر ده بيكون فاتح، ماشي، يسموه بيل جيرمينال سنتر. هنفهم ده ليه دلوقتي. اما الطرف بيكون غامق شويه. طب بص معايا كده وركز. ادي دي الليمف نود عند سعادتك، ليها كبسول، والكبسول بيبعت فواصل. الفواصل دي بيسموها سبتة. الفواصل دي بتفصل ما بين الفوليكل. الفوليكل دي عباره عن جزئين، عباره عن جزء بار فاتح، جزء بار غامق. الجزء الغامق ده لانه فيه ليمفوسايت كتير بيسموه ريم. ده ريم، اما تقول كده او السهم يشاورك على الجزء اللي بار، قول لي ريم كونتيننج ليمفوسايت. امال السنتر ده بيكون باهت. السنتر بيكون باهت بيل. السنتر باهت بيل، بيحتوي على خلايا ممكن تنقسم وتدي لينفوسايت تانية، سواء تي او بي لينفوسايت. الخلايا دي في السنتر، تمام، يسموها جيرمينال سيل. فما نيجي نقول كومنت او نقول السهم كده، هنقول بيل جيرمينال سنتر سيل. سنترال سيل بتحتوي على سنتوبلاست وسنتوسايت. سنتوبلاست وسنتوسايت. طب لو جيش اقول لك كده على حاجه تانية في الشريحه او في السلايد عند سعادتك، هتقول لي ده عباره عن لارج لينف فيسل. ده كبير يا دكتور، بنسميه ساينس. بنسميه ساينس، يحتوي على دم. ده لينف فيسل مش بلاد فيسل. واللينف فيسل ما بيحتويش على دم، ده بيحتوي على لينف، خلايا لينفاويه، بيحتوي على هيستوسايت. هتقول لي يا دكتور ايه الفرق ما بين الهيستوسايت بتاع ده واللينفوسايت بتاع ده؟ الليمفوسايت لانها في الليمف نود، بينما الهيستوسايت نون سبيسيفيك، هي خلايا ماشيه في لينف فيسل. لو واحد تروح للكبد ممكن تروح للليفر، ممكن تروح لللونج، ممكن تروح للكيدني، على اي حته، فاسمها هيستوسايت. فالساينس هتقول لي كونتيننج الهيستوسايت. طب ما تيجي نشوف كده مع بعض واحده واحده. ادي اول شريحه ده كانت الفولوكيولار هايبربليزيا. كلمه فولوكيولار لانها طالعه في الليمف نود اللي بتحتوي على الفوليكل. الفوليكل حصل فيها هايبربليزيا في السنتر، فتلاقي الرم اللي بره كده بقى رفيع خالص. بص الرم ده كان تخين، شوف هنا بقى عامل ازاي، بقى رفيع خالص. فده عباره عن بيل جيرمينال سنتر، بتحتوي على سنتوبلاست وسنتوسايت، ومحوط برم. الرم ده بيحتوي على الليمفوبلاست او الليمفوسايت يعني. تمام تمام. بص هنا كده شوالك على دي لا ليمف فوليكل ولا ناحيه الكبسول ولا اي حاجه. دي ايه؟ ده لارج ليمف فيسل. اسمه ايه؟ اسمه ساينس، بيحتوي على ايه؟ هيستوسايت بس. طب ديت فولوكيولار هايبربليزيا، نفس الكومنت، الاصفر ده ريم والسنتر دي البيل جيرمينال اللي بيحتوي على السنتوبلاست والسنتوسايت. طب دي يا دكاتره لا، المواد دي شوالك على السنتوبلاست والسنتوسايت نفسها، وهنا شوالك على الماكروفيج. ماكروفيج خلايا بتبقى برضه جوه او تعتبر من ضمن خلايا الليمف نود يعني. هنا على الطرف يا دكاتره ريم من الليمفوسايت. دي ثلاث شرايح في الفولوكيولار هايبربليزيا. خلصت ثلاث شرايح من ضمن 11 شريحه. الاربعه الجايين كلهم تبي في الليمف نود، فلازم تجي لك شريحه تبي في الليمف نود يعني. التبي في الليمف نود هي طالعه في الليمف نود، فهي عباره في كبسول برضه وفي سبته، بس تكون هنا مش فوليكل، هنا تيوبريكل. والتيوبريكل عباره عن بروتين. البروتين ده مش قدرنا او جسمك ما قدرش يدمره، فالماكروفيج تبلعه، فما تبلعه تتحول لخليه اكبر تسمى الايبيثيلويد سيل. الايبيثيلويد مش قادره تبلع بعضه، هي سميت ايبيثيلويد ليه؟ لانها متوسطه جنب بعضها زي خلايا الايبيثيليوم، فاللي شافها قال لك زي خلايا الايبيثيليوم فسمها ايبيثيلويد. الايبيثيلويد ديت يا دكاتره بتبقى خليه محمره يعني ايزينوفيلك سيتوبلازم، وليها نواه واحده، وده اللي يفرقها عن الجوينت سيل. الجوينت سيل العالم اللي اكتشفها اسمه لونج هانز، فسماها على اسمه لونج هانز جوينت سيل. اللونج هانز جوينت سيل هي نفس الايبيثيلويد، بس كل حكايه مش ايبيثيلويد واحده، هي اكتر من ايبيثيلويد. هتقول لي عرفت ازاي؟ هقول لك لو بصيت هتلاقيها اكتر من نيوكليوس، اكتر من نيوكليوس، دليل ان هي اكتر من خليه. ما انا بستدل على الخليه بالنيوكليوس بتاعه الخليه، ما بستدلش بالسيتوبلازم.
كله بيسيح يا دكاترة أثناء الستين. أنا بستدل إن دي خلية واحدة، وجود نيوكليس واحدة، تمام؟ ماشي. يبقى إيه الفرق ما بين اللونج هانز جوينت سيل والإيبيثيلويد سيل؟ الفرق في النيوكليس، تمام. طب لو لقيت خلايا زرقاء على الأطراف، يقول لك الخلايا الماكروفيج والإيبيثيلويد وجوينت لونج هانز جوينت سيل دي خلايا بتاعت البرايمري إميونيتي. طب السكندري إميونيتي بتيجي الليمفوسايت، الليمفوسايت تعرفها زي خلايا زرقاء على الأطراف. طب الجسم يسكت؟ لا ما يسكتش، يفضل يسيح الحتة دي كده، يعمل مادة حمراء اسمها كازيشن. فلو لقيت مادة حمراء تسمى كازيشن. طب ما تيجي نطبق، تعال نطبق واحدة واحدة كده مع بعض. ادي دي اهو، تعال معايا واحدة واحدة كده. انا دخلت على الشريحة دي او السلايد دي، لقيت مادة حمراء دي مادة كازيشن، وبصيت كمان لقيته مشاويل على خلية ليها اكتر من نيوكليوس لونج هانز جوينت سيل. طب خلية يا دكاترة ليها نيوكليوس واحدة ايبيثيلويد سيل. طب خلايا على الاطراف بتكون مزرقة او عددها كتير اسمها ليمفوسايت. هتقول لي مش شايف الفرق ما بين الايبيثيلويد والليمفوسايت؟ هقول لك الليمفوسايت بتكون على الطرف، بينما الايبيثيلويد بتكون جوه، بتكون ضمن البرايمري اميونيتي، بينما الليمفوسايت بتكون بره ضمن السكندري اميونيتي يا دكاتره. ماشي. ادخل على دي كمان، قلت لك اربع شرايح تي بي. دي الليمف نود، ده الكبسول بتاعها. ودي هتقول لي التيوبيكل ولا الفوليكل؟ اقول لك ده هي عباره عن تي بي، فالتي بي فيها تيوبيكل نوت فوليكل. ماشي. فدي عباره عن اتنين تيوبيكل. طب ده اذا كانت كازيشن، طب ده خلايا زهق او عطاف، تبقى ليمفوسايت. طب كلام كويس. دي يا دكاتره خلايا زهق او عطاف، ليمفوسايت. خلايا زهق او عطاف، ليمفوسايت. طب دي، طب تعال ندخل كده، هتلاقي الخليه ديت مالتي نيوكليتد والنيوكليس موجوده على البيفري كمان، مش مشكله. اسمها لونج هانز جاينت سيل، ودي مشوره لخليه ذات نيوكليس واحده اسمها ايبيثيلويد. طب الماده الحمراء تسمى كازيشن. اربع شرايح، ادي واحد والثانيه والثالثه، وادي الرابعه دي برضه عباره عن ليمفوسايت على الطرف والايبيثيلويد دي، وعباره عن لونج هانز جاينت سيل. كلام كويس. بعد كده ندخل على ثلاث شرايح مع بعض، التيومر بتاعه الليمف نود. التيومر بتاعه الليمف نود اللي اكتشفها عالم عظيم اسمه هودجكن. العالم ده يا دكاتره اما اكتشف انواع الليمفوما، الانواع اللي هو اكتشفها سماها على اسمه، سماها هودجكن ليمفوما. ودي بتبقى عباره عن مالجننت تيومر، ده مالجننت تيومر، ده اللي عنده الغدد الليمفاويه يقول لك ده عنده غدد ليمفاويه وهكذا. بنصنفها انواع هودجكن ونون هودجكن. هودجكن ده النوع الاساسي، النوع الاساسي الكلاسيكال تايب اللي هو اول نوع اكتشفوه. عالم شافه تاني بس شاف اشكال مختلفه. يعني ايه؟ شاف خلايا ذات نواه واحده فسماها مونونيوكليا، وشاف خلايا ذات اتنين نواه. النواتين دول يا دكاتره او الباي نيوكليتد ليها اتنين نيوكليس عاملين زي عين البومه، فيسموها اول اي ابيونس، يسموها اول اي ابيونس. مهمه جدا تكتبها. طب سواء مونونيوكليا او اول اي ابيونس، العالم اللي اكتشف الشكل بتاعهم ايه؟ مع عالم هودجكن، مش كان على ايامه ده كده يعني، مش كان على ايامه الميكروسكوب والديفرنشيشن بنفس الاشكال كده يعني. العالم اللي اكتشفها بعده واللي هتكتب اسمه لازم تحفظه، حاجه اسمها ريد ستيرن بيرج. عالم ده هو اللي اكتشف الشكلين المونونيوكليا والاول اي ابيونس، ريد ستيرن بيرج مونونيوكليا او ريد ستيرن بيرج اول اي ابيونس. طب هنا يا دكاتره حصل ايه؟ ايه دي؟ قال لك هو ده مش ليمفوما، الليمفوما في انفلتريشن من الليمفوسايت، ده تيوما حصل انفلتريشن من الليمفوسايت، ليمفوسايت بس لا، والايزينوفيليا. وانا بقول لك ده مالجننت تيوما، فهتلاقي كاتب لك على السهم كمان ان هو بليوموفيك. طب ما تيجي نشوفها كده واحده واحده عند سعادتك. ادي الشريحه، بسم الله الرحمن الرحيم. بص معايا كده عشان تفرقهم مع بعض. لقيت عينين البومه دي، لقيت عينين البومه دي، عينين البومه دي، اعرف ان دي شريحه الهودجكن ليمفوما في الليمف نود. الهودجكن ليمفوما مشاور لك على دي، تكتب برين ستيرنبرج سيلز اول اي ابيونس. طب مشاور لك على الواحده دي يا دكاتره مونونيوكليا ريد ستيرنبرج سيل. طب مشاور لك على دي، ده انفلتريشن من الليمفوسايت والايزينوفيليا، بيكونوا بليوموفيك. حتى هو كاتب لك هنا بليوموفيك ليمفويد انفلتريت، كتبها لك بطريقه صعبه يعني، عاوز تكتب انفلتريشن اوف ليمفوسايت اند ايزينوفيليا كاركترايزد باي بليوموفيك كاركترز، بس وخلاص. ماشي. سواء دي او دي، عاوز تحفظ اللي انت عاوزه يعني. هودجكن ليمفوما مهمه، ريد ستيرنبرج سيل. طب كلام كويس. الخليه او الشريحه اللي بعد كده، شريحتين عند سعادتك برضه. الشريحه ديت متميزه بايه؟ ان خلايا الليمفوسايت صغيره، صح؟ او الشريحه ديت ليها اختصار مشهور جدا عند بتوع الباثولوجي والانكولوجي، يسموها الاس ال ال، الاس ال ال، السمول ليمفوسيتك ليمفوما،
السمول ليمفوسيتك ليمفوما. ايه السمول ليمفوسيتك ليمفوما؟ من اسمها سمول ليمفوسايت. والليمفوما يا دكاتره عباره عن مالجننت تيوما. على فكره كنت قلت لك في الفيديو بتاع الماسكولو سكيليتال الميلانوما، على الرغم ان وجود الاوما الا انها مالجننت تيوما. الليمفوما على الرغم وجود الاوما الا انها مالجننت تيوما. فحصل ان الليمفوسايت دي طلعت دمرت الكبسول، فيقول لك ده كبسول انفلتريتد باي مالجننت ليمفوسايت. والليمفوسايت دي حصل ديفيوز افيسمنت. ايه كلمه افيسمنت دي؟ كلمه افيسمنت زي ما تكون انت جايب ارضيه كده ورحت خلعت البلاط بتاعها كله وحطيت بلاط جديد. ده نفس النظام، انا الليمفوسايت حصل ديفيوز افيسمنت، انا فرشت بيها الارضيه كلها بتاعه الليمف نود. طب انا فرشتها بخلايا عاديه بناين ولا مالجننت؟ لا مالجننت. فيقول لك ديفيوز افيسمنت، انا فرشت النودل تيشو باي مالجننت سمول ليمفوسايت. ما اسمها سمول ليمفوسيتك ليمفوما. اخر حاجه يا جماعه في الشرايح عند سعادتك في ال11 شريحه، او لسه شريحتين، او لسه لسه شريحتين في سبلين، معلش، شرايح الليمف نود بتاعت التيوما ميتاستاتيك كارسينوما. الميتاستاتيك كارسينوما عاوزك بس تعرف يعني ايه كلمه ميتاستاتيك. لو انا التيوما حصل في اللنج وجيت افحص الليمف نود، او حصل مثلا في البريست وجيت افحص الليمف نود اللي موجوده في الاجزله بتاعت البريست، تمام، ولقيت التيوما في الليمف نود ده، معنى كده ان التيوما انتشر. كلمة انتشار في الباثولوجي للتيوما معناها كلمة ميتاستاسيس، هو السبيد اوف مالجننت سيل تو ذا بلاد او ذا ليمف تيشو. فده انتشر يا دكاترة. اما انتشر نسميها هوجكن، هي مش طالعة من الليمف نود، نسميها سمول ليمفوسيتك، هي مش طالعة من الليمف نود يا دكتور، نسميها ميتاستاتيك كارسينوما. الميتاستاتيك عبارة عن ليمفويد تيشو، اي كبسول موجود عادي، عباره عن ليمفويد تيشو، ده عباره عن ليمف نود خلايا زرقاء. ويقول لك بس انا عاوزك تحفظ الكومنت ده، دي خلايا منتشره من اللي حواليها، فممكن يكون فيها جلاند، فيقول لك مالجننت جلاند بارشلي ديستروينج ذا نودال تيشو. تلاقي النودال تيشو، تلاقي الليمف نود متضمه بجلاند. ازاي يا ابني متضمه؟ ليه؟ لان ده جاي من بعيد، ممكن الجلاند او حصل انتشار مالجننت سيل لجلانديولار سيل يا دكاتره، فجت واتكسرت في منطقه الليمف تيشو فحصل ديستروينج للليمفويد او للليمف نودال تيشو بالجلاند دي. طب كلام كويس. اخر حاجه بالنسبه للسبلين عند سعادتك، بص معايا كده هنا، اي سبلين؟ السبلين بيتكون عند سعادتك من حاجتين، حاجه اسمها ريد بالب وحاجه اسمها وايت بالب. الريد بالب سمي ريد بالب لاحتوائه على البلاد فيسل الكتير، بينما الوايت بالب لاحتوائه على الليمفوسايت الكتير. الليمفوسايت دي بتتميز، او الفوليكل بتاعه السبلين دي بتتميز عن ايه بالنسبه للليمف نود؟ ان هي بتحتوي على حاجه في النص كده، الحاجه اللي في النص ديت اسمها سنترال ارتريول، اسمها سنترال ارتريول. السنترال ارتريول دي بيحصل في نوع من الديجنريشن، بيحصل حاجه اسمها يعني يكون يقعد يتخن كده، الول بتاعه يكون سك، فالول بتاعه يكون ما يكون سك يا دكاتره اليومن يكون ناو، ده طبيعي زي ما انت شايف عندك كده في الصوره. بس ايه اللي حصل هنا؟ حاجه اسمها هايلاين ديجنريشن. فعشان كده الشريحه دي في الاسبلين عند سعادتك بيقول لك هي عباره عن هايلاين تشينج اوف اسبلين. هتلاحظي اهم حاجه هيشاور لك على ده عباره عن ايه؟ عباره عن سنترال ارتيول وذ سيك هوموجينس بينك، هو بيكون لون بينك هوموجينس كده، وول اند ناو اليومن، شاور لك على دي الحمراء كده، دي ريد بالب، ده نفس النظام كده برضو، ده هنا ده ريد بالب الاحمر، ده الوايت بالب، ده الليمف، ده الليمفوسايت، 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 وهنا كده ده البلاد فيسل. البلاد فيسل حصل في ايه؟ حصل برضو سنترال ارتيول وذ ثيك هوموجينس وول، والناو او اليومن بتاعه بيكون ضيق. لسه كده الاربع جوات عند سعادتك، الاربع جوات سهلين جدا. اول جو عباره عن غدد ليمفاويه كده، غدد ليمفاويه محطوطه، دي اسمها الليمفوما، ليمفوما بس، تمام. الليمفوما ديت او هنتكلم عن السبلين دلوقتي برضو، اما يحصل فيه بالهيزيز هيقول لك ان الكونسيستنسي بتاعه القوام بتاعه يكون فيرم، وكلمه ليك يعني، طالما القوام فيرم يبقى البودر بتكون شارب، فيقول لك هو شارب بودر وذ فيرم كونسيستنسي. طب يا دكتور ايه الماده او ايه اللون اللي انت شايفه ده؟ ده جري وايت. فيقول لك انا لو خدت كات سيكشن، يعني لو خدت قطع عادي كده زي ما انا خدت المقطع العادي ده في الليمف نود، هي عباره عن جري وايت ماس، وحواليها او فاصل ما بينها كده في شويه فايبرز باند بس. طب يا دكتور دي بالنسبه لايه؟ ده الليمفوما، ده جو الليمفوما عباره عن ليمف نود. طب بص معايا، ميتاستاتيك ميلانوما، كلمه ميتاستاسيس انا انت لسه قايلها لي يا دكتور يعني انتشار، فالميتاستاتيك ميلانوما هو عباره عن انتشار الميلانوما من السكن على ايه؟
انتشار الميلانوما من السكن للليمف نود. فانا جبت الليمف نود اللي بتاعت السكن ورحت اقسمها لنصين، فلما قسمتها لنصين لقيت فيها حته بني، الحته البني دي اكيد ميلانوما، فسميناها ميتاستاتيك ميلانوما، عباره عن دارك براون فيرم تيومر نوديول انفلتريتنج الليمف نود. طب كلام كويس. الجارين اللي بعد كده، جارين سماعة التليفون، جارين سماعة التليفون يا دكاترة، والله يبقى ديت جويل بالهازيزس اسبلينو ميجالي. هتقولي اسبلينو ميجالي، لو تلاحظ الاسبلين متضخم، بس انا واخد مقطع هنا الكوت سيكشن بتاعه. البودر هتكون برضه البودر بتكون شارب، والكونسستنسي بيكون فيه من نفس النظام. بص معايا هنا يقول لك ايه، شارب بودر، ولو قلت الكونسستنسي بتكون فيه تمام مع ارياز اوف هيموج بسبب البلهازيزس اللي حصلت. مش هقول لك على حته هنا، الحته دي نوتش، النوت دي بيقول لك اكسنتيت او اكسنتويتد. الكلمه ديت ما لهاش اي لازمه يعني، هي كلمه ولا تبع الباثولوجي ولا حاجه يعني، بيقول لك واضحه يعني ماشي، ما لهاش اي لازمه. المهم الاسبلين ده لو تلاحظ هو مشوي لك السهم الاحمر ده على كبسول، بيكون سك السك كبسول، يبقى السهم الاحمر ده بيسوي لي على ايه، ثيك جراي وايت كبسول، ثيك جراي وايت كبسول. طب هنا انا شايف نديول، النديول ديت ميتاستاتيك نديول اوف اسبلين، من اسمه ميتاستاسيس يعني الورم كان في مكان تاني وراح للاسبلين، الورم كان في مكان تاني وراح للاسبلين ماشي. الميتاستاتيك نديول دي يا دكاتره لو تلاحظ هو مشوي لك على كذا سهم، بيوصفها لك بيقول لك حجمها فاريبل، في واحده صغيره وفي واحده كبيره، ويكون حدودها انت عارف تجيب حدودها هنا وحدودها هنا، يعني انت عارف تجيب اولها، عارف تجيب عددين ديول كده، عارف تجيب اولها وعارف تجيب اخرها، فيقول لك سيركمسكرايبد، سيركمسكرايبد يعني عارف اجيب اولها واخرها. طب يا ترى هي كبسوليتد ولا نون كبسوليتد؟ والله نون كبسوليتد. تقول لي امال اللي حواليها دي ايه؟ انت شايف في فايبرس تيشو؟ ما فيش ادنى فايبرس تيشو، ده نون كابسوليتد يا دكاتره، دي بتكون نون كابسوليتد، ولونها يكون جراي وايت. مش شايف الجراي وايت؟ هتكتبه برضه عادي جدا فماشي. فممكن يجي لك في الامتحان يقول لك مالتيبل نديول، النديول ديت بتشو كذا 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 كذا، فاريبل سايز، سيركمسكرايبد، نون كابسوليتد، جراي وايت، وهنا بيكون في انلارجد اسبلين، ولو جيت تشوف السيرفس بيكون انلارجد، السيرفس بتاعه بيكون سموس. انت شفت سموس؟ والله لا شفت ولا حسيت ولا حاجه، بس هتقول سموس عادي جدا يعني ماشي. تعالى نختبر كده مع بعض واحده واحده. انا جيت ديت مثلا دي، بص معايا، شفت الليمف او الجيرم سنتر كده كبير ورم صغير، يبقى دي فولكيولار هايبربليزيا، فولكيولار هايبربليزيا. انزل كده دي، شاور لي ده الكبسوله اهو، ديت مشاور لي كده، دي التيوبيكل، والماده الحمراء عرفت ان هي كازيشن، دي الكازييتنج او التبي يا دكتور. انزل تحت كده، انا عاوز اجيب دي. بص معايا هنا، دي ممكن تيجي لك لانه مشاور لك هنا على اللونج هانز جوينت سيل مالتي نيوكليدات، فهتعرف ان دي كازيتنج تي بي او كازيتنج تي بي في الليمف نود ماشي. دي ميتاستاتيك نوديول او ميتاستاتيك ميلانوما، ميتاستاتيك ميلانوما في الليمف نود. طب دي يا دكاتره ميتاستاتيك نوديول في الاسبلين، دي عباره عن سيك وول في الارتيول، في السنترال ارتيول، يسموها ايه؟ يسموها هاي لاين تشينج. تمام كده خلصنا مع بعض نوديول بلاد. اتمنى اي حد يسمع الفيديوهات دي وفادته يدعي لي بالشفاء، تعب شويه كده، يدعي لي بالشفاء بنيه الغيب، او يعني هم بيصلي يدعي لي كده جامد. واتمنى اكون فدتكم، وباذن الله ربنا معاكم، ويعدكم الديول بلاد ده على خير، وتاخدوا الاجازه الحلال، اجازه حلال تاخدوها بقى بما يرضي الله.